هذه تدل بأن استراتيجية الحكومة واستراتيجية الدولة في صناعة السيارات تدل على إرادة خلق صناعة سيارات حقيقية اللي ما عندها حتى علاقة مع ما كان في السابق. إذا فيه تأخر في انطلاق بعض العلامات، تأخر هذا راجع لكل الدراسات اللي يقوموا بها مع أصحاب هذه العلامات باش تكون حقيقة الصناعة اللي ينطلقوا فيها صناعة حقيقية. نعني بصناعة حقيقية ماهيش صناعة نفخ الروض pour paraphraser certaines choses.